أهلا بكم. اليوم سنعرض لكم مزايا وخصائص جهاز VP210A. الخاصية الأولى: مقياس Scale. بعد الضغط على زر Scale تظهر الشاشة جزءا من الصورة. الخاصية الثانية: السطوع Brightness. اضغط على الزر الدائري وقم بتدويره لتعديل مستوى السطوع. اضبط السطوع المناسب لك تدريجيا من 1 إلى 100. الخاصية الثالثة: إعداد EDID. ادخل الإعداد المتقدم Advanced Setting. اضغط على إعدادات أخرى Other Settings. حدد HDMI أو DVI. يمكنك معرفة ما إذا كان قد حددنا DVI أو HDMI، حينها تتحول الصورة إلى اللون الأسود. الخاصية الرابعة: العرض بواسطة USB. قم بتخزين الفيديو أو الصورة في فلاش ميموري USB. أدخل الفلاشة في جهاز VP210A ثم اضغط على زر USB. اختر الصورة أو الفيديو للعرض. ادخل إلى إعداد قرص U-Disk Setting. تبديل نوع الوسائط إلى صورة. أو إلى فيديو. وأخيراً، هناك المزيد من الخصائص مثل: 1- الشاشة السوداء، في حال أردت أن يتوقف العرض وإظهار شاشة سوداء فقط. 2- تجميد الشاشة، إذا أردت أن توقف البث على صورة محددة. 3- ضبط الصورة، الحدة وشدة السطوع والألوان، Sharpness, Brightness, Contrast. هذا ما كان لدينا اليوم. وداعا.